الحواس الخمس في نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير عرفت بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير يا قطر يا شمس يا نبضة فادي العلن والهمس أحبك يا بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير مع شروق الشمس تغريدة الشادي وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائنا أينما كنتم حلقة جديدة من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير نلتقيكم عبر الأثير ومن خلال الشاشة لمناقشة كل الموضوعات التي تهمكم ونستعرض لكم أهم الأخبار المحلية صباح الخير ليلى أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد أصبح عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين في هذا اليوم الجديد صباح التوفيق من الله سبحانه وتعالى لكل الطلاب والطالبات فالهم النجاح يا رب وأيضا يوم عمل موفق لكل من اتجه إلى عمله وصباح الخير والسعادة لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير تحت رعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنطلق اليوم وعلى مدار عام كامل فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021 تحت شعار ثقافتنا نور نعم وتقام الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية للعام الجاري بإشراف وزارة الثقافة والرياضة وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأسيسكو واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشركاء الاستراتيجيين بالدولة وطني الحبيب صباح الخير
وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم على بركة الله فقرات الصباح الأولى. البداية دائما مع حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، نتعرف عليها من خلال المتنبئ الجوي عبد الرحمن السويدي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. أخوي عبد الرحمن صباح الخير. صباح النور يا هلا. حياك الله، نتعرف منك على حالة الطقس المتوقعة اليوم، وبداية هل هناك أي تحذيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذيرات على الساحل، ولكن يستمر التحذير البحري برياح قوية متوقعة وأمواج عالية في البداية. أما بالنسبة لحالة الطقس بشكل عام، معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا، الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى جنوبية شرقية ليلا. سجلت العاصمة الدوحة أقل درجة حرارة هذا الصباح 17 درجة مئوية، وأقصى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 26 درجة مئوية. أما بالنسبة لارتفاع الأمواج، فيبلغ ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 قدم، يرتفع إلى 5 قدم في البداية على الساحل، ومن 3 إلى 5 قدم يرتفع إلى 8 قدم في البداية داخل البحر. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. نعم، نشكرك جزيل الشكر المتنبئ الجوي عبد الرحمن السويدي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، يعطيك العافية. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، والآن مباشرة إلى مركز القيادة الوطني، وينضم إلينا من هناك الملازم أول صالح مود اليافعي ضابط التحكم المروري. ملازم صالح صباحك الله بالخير. والنور يا مرحبا. حياك الله طال عمرك. ماذا عن حركة السير هذه الأثناء في مدينة الدوحة كما تراقبونها عبر الشاشات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبدأ بالخط الأمامي للكرنيش. على ما نشاهده من الكاميرات المرورية من إشارات راس بعبود إلى إشارات الشرتم، تكون فيها كثافة سيارات. وننتقل بعد ذلك للخط الخلفي للكرنيش، تكون فيه حركة انسيابية باستثناء إشارات المها وإشارات برزان وإشارات الإعلام وإشارات السلام، تكون فيها كثافة سيارات. وننتقل بعد ذلك للدائرة الثالث، تكون فيها حركة انسيابية باستثناء إشارات الأندلس وإشارات رمادة وإشارات الشورى، تكون فيها كثافة سيارات. وننتقل بعد ذلك للخطوط السريعة متمثلة في طريق 22 فبراير وطريق سلوى، تكون فيها الحركة طبيعية. وننتقل بعد ذلك إلى مدينة الريان متمثلة بإشارات الفروسية وإشارات السواقة وإشارات المناصير، بتكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل إلى مداخل ومخارج الصناعية، بتكون فيها الحركة طبيعية. وفي الختام نرجو من السادة المستمعين والمشاهدين الالتزام بقوانين وقواعد المرور، ونتمنى لكم السلامة. مع تحيات الإدارة العامة للمرور. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. الملازم أول صالح مود اليافعي ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار. نجدد ترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وننتقل لزميلنا خليفة الرماحي الموجود اليوم في سوق السيلية المركزي ليطلعنا على أسعار الخضار والفواكه. خليفة صباح الخير. صباح الخير زميل ليلى. طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على زميل محمد، نصبح على زملائنا في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر، وأيضا في تلفزيوننا الحبيب تلفزيون قطر، ومشاهديننا أينما كانوا داخل قطر وبره قطر، ودائما خصبة التصبيحة أمهاتنا وأبهاتنا شيباننا وعيايزنا الكبار، نقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في شبرة السيلية أو سوق السيلية المركزي للخضار والفواكه، ما راح ناخذ وقت، راح نبتدي مع أول محل هنا. السلام عليكم، تعالي هنا الله يخليك. راح نبتدي هنا مع أول محل للخضار ونشوف الأسعار. اليوم صراحة الخضار بكثرة في سوق السيلية. كيف حالك؟ الحمد لله جيد. باذنجان مال وين؟ باذنجان مال دوهم. على كم؟ هي 10 ريال بيه مني. 10 ريال. هذا الخس والله خس عيناه. ايوه خس. بس يقولون وايد حلو. على كم؟ هي 13 ريال 12 ريال. تقريبا كم كيلو فيه؟ تقريبا ما هي 6 كيلو مدري. 6 كيلوات. والخس المدور؟ خس دور هي بيه 25 28 يعني شوي اليوم ارتفع. الفلفل وسط؟ هي 4 ريال 5 ريال 4 ريال. خلينا نشوف الطماط. الطماط اليوم بكثرة، يبتدي من 3 ريال في شبرة
السالية يوصل لين تقريبا 9 ريال 10 ريال أقصاها اللي شفناه اليوم على كم؟ هذا 5 ريال بيام. 5 ريال كم كيلو؟ أي 5 كيلو 300 200 غرام أي شغل فيه تقريبا. وهذا النوع؟ هذا 8 ريال 9 ريال 8 ريال والله ما شاء الله ما شاء الله يعني حبات صغيرة لكن سلكي؟ سلكي سلكي يقول سلكي دائما هو الأجود ما في ضربات ما في شيء يعني على كم؟ أي 8 9 أي شغل فيه 10 أي شغل آخر كم؟ آخر أي 9 10 أي شغل فيه فلفل بارد على كم؟ فلفل بارد هاي 25 ريال 25 صندوق كبير وهذا نفس الشيء؟ أيوة مدري هاي 8 كيلو يجي 8 كيلوات تقريبا خيار؟ خيار بيا 10 ريال مدير اليوم شوي غالي في فرق بينه وبين هذا ايوه في فرق مدير كم هذا 8 ريال بيا مدير 8 شباب 8 ريالات وهذا الفلفل نفسه مدير 4 ريال 4 ريال, ريال بالنسبه للفلفل هذا والفلفل احمر نص بعد ايوه 20 ريال بيا هاي مال ايراني مدير ايراني وخلينا نشوف هذا الطماط ايراني طماط ايراني مدير. هذا الطماط ايراني لكن اللي شفناه قبل شوي طماط القطري أيوة. خلينا نشوف أيوة. هذه على كم هذا 12 اخر أكر 11 10 10 يمشي؟ يمشي يمشي 10 كم كيلو؟ أي 6 كيلو 6 كيلوات فيه تفاح؟ تفاح هي 25 ريال بيام 25 هذا بابايا؟ ايوه هاي بوبر مدير بوبر على كم؟ هذا 10 ريال بيام 10 ريال خلينا نشوف وهذا النوع من التفاح كم؟ نفسه مدير 25 ريال 25 كيوي صندوق صغير؟ هاي 5 ريال 5 ريال سنطرة ولا برتقال؟ برتقال على كم؟ هاي 25 25 كيوي الصندوق الكبير على كم؟ هاي 13 ريال بيها 13 ريال مانجا مانجا هاي بيها 28 ريال مدير اليوم 28 بالنسبة للمانجا مال وين؟ هاي مال اليمن مال اليمن في شعر شوي تعال لي شوي سنطرة مال وين؟ سنطرة مال تركي مدير تركية على كم؟ 12 بيها يعني. ما في حل هاي ولا في حب هاي في بيجا في حب يقول في حب هذا الصندوق الكيوي الكبير على كم كبير هاي 10 كيلو هاي بيا 28 ريال 28 ريال مشكور خلونا ننتقل للخضار ننتقل للخضار تعالي تعالي والله كان متروس المحل كان متروس فضى فضى وينك وينك تعالي هنا يا حجي تعالي شوي الله يخليك تعالي خل نطلع شوية عند البطاطس معليش كيف حالك؟ الحمد لله تمام ان شاء الله؟ بطاطا مال وين؟ بطاطا مال باكستاني باكستاني على كم كيلو فيه؟ هذا فيها 4 كيلو 4 كيلوات على كم؟ هذا 6 ريال 6 ريال اخر 6 ريال؟ اخر 6 ريال 5 ريال ما يمشي؟ لا 6 ريال 6 ريال يقول صومل بصل ابيض على كم؟ بصل ابيض هذا 25 25 كم كيلو في الخيشه؟ هذا فيه طعم 10 كيلو 10 كيلوات تعال خلينا نشوف الفلفل فلفل بارد على كم؟ فلفل بارد هذا 8 ريال 8 ريال كم كيلو؟ هذا في يجي 3 كيلو 3 كيلوات تقريبا الكوسه كوسه مال وين هذه؟ كوسه مال الدوحه مال الدوحه على كم؟ هذا 12 ريال 12 ريال باذنجان؟ باذنجان 12 ريال 12 ريال خيار؟ خيار هذا 18 ريال 18 ريال بروكلي؟ بروكلي هذا 18 ريال 18 ريال البروكلي والخس العادي على كم؟ خس عادي هذا 23 خلينا نشوف الطماط خلينا نشوف طماط مال الدوحه؟ اي دوحه مال الدوحه شو الحبات؟ شو الحبات؟ يعني حبات كبيرة ما شاء الله يعني على كم؟ هذا 10 ريال 10 ريال اليوم بالنسبة للحبات آخر 10 ريال؟ هذا 10 ريال هذا 5 ريال وهذا 5 ريال الصغير أيوة. أيوة صغير هذا آخر كم؟ 10 ريال ما ينزل عن 10؟ سيدة سيدة يقول سيدة سيدة مشكور خلوني أنتقل الحين والصراحة أنا أحاول أني شوية أبتعد وأروح عند خليل قبل لا أختم اشوف ايضا ايش عنده من بضاعه خليل دائما يضيف لنا في هذه الفقره احيانا يضيف لنا معلومات احنا ما نعرفها خليل شلونك حياك الله اخوي طيب ان شاء الله الله يبارك ايش عندك اليوم هذا شنو تمر ارطب ايراني هاي واصلنا جديد يعني ما شاء الله على كم الصندوق الكرتون 12 علبه 50 ريال 12 علبه فيه. ايه 12 علبه والعلبه كم كيلو 650 جرام يعني تقريبا اكثر من نص كيلو إيه. يعني تقريبا 6 كيلو يطلع 6 يعني. كيلو وشويه تقريبا إيه. زين مانجا مال وين؟ مانجا بادامي هندي 4 كيلو ونص 45 ريال 45 اخره خليل 45 كم يصرفك بعد يمشي 43 بعد يمشي 40 ما يمشي والله الجمله 40 ريال بعد يمشي صراحه اقول لك بالجمله جمله يعني جمله كم حبه ياخذ تقريبا كم صندوق؟ 50 100 بالنسبه للصناديق إيه. طيب خلينا نشوف عندك تمر بعد ما شاء الله تمر هذا تمر ايراني الاسود حبه طويله هاي يجيك 85 ريال 10 كيلو وبعد عندك الثاني الزاهدي هاي 10 كيلو حدود 45 ريال 10 كيلو ناريلة الناس
يدورون دائما متروسه ماي. ما شاء الله موسم جديد كله. هاي الحبه بريالين. بريالين زين، اذا واحد يبي ياخذ 20 حبه مثلا تطلع بريال ونص؟ لا ما يصير، هاي نهائي ما يصير. لا لا بارك الله فيك، نتمنى لك التوفيق في البيع. رمان، رمان هندي اخوي. ايوه بدايه موسم تو الرمان، بدايه موسم في الهند. في الهند نعم نعم. 32 ريال كرتون، كيلوين ونص تقريبا. 32 ريال نعم. الفلفل الحار هندي 4 كيلو ما شاء الله. ناس الدوره حقه يقولون صحي، فعلا صحي هذا الفلفل ما شاء الله. نعم. على كم الصندوق؟ كرتون 20 ريال. 20 ريال بالنسبه للكرتون. التفاح هذا ايراني؟ تفاح احمر ايراني 9 ريال. نعم. طيب الزنجبيل؟ زنجبيل هندي 22 ريال 5 كيلو. هندي؟ هندي. ما عندك صيني؟ صيني لا ما عندي. انت دائما تقول لي خليل ان الصيني تكون لحمته شويه زايده. هذا انا اشوفه وسط. هندي اجود، اجود كجود. هندي اجود. اجود صحيح. طيب والسعر؟ سعر 22 ريال جدا رخيص، يعني 5 كيلو من 4 وشوي. 4 وشوي. بعد رخيص، بعد رخيص. انزين الجح؟ هاي الكرتون فيها حبتين هندي 20 ريال. 20 ريال؟ نعم. ايوه حلو، حلو احمر وحلو. نعم. حتى الحب قليل انا اشوف. اي ما شاء الله. لا حلو حلو. نعم. قبل لا نختم خليل، يعني نبي نتكلم عن البرتقال والبصل والعلولم اذا عندك. علولم ما عندي. البرتقال على كم؟ البرتقال هاي عصير 45 ريال. 45 كم كيلو في الصندوق؟ 14 تقريبا. 14 كيلو ما شاء الله. طيب قلت لي البصل على كم؟ بصل باكستاني 8 كيلو 14 ريال. واللي اكبر؟ واللي اكبر 13 كيلو 20 ريال. في اكبر بعد؟ لا بس هذا الحجمين اللي عندي، وان شاء الله خل هاليومين بينزل الهندي، وبعدها افتكر بعد اسبوع 10 ايام يطيح سعر البصل. طيب يعني. من خلال خبرتك في السوق، واخر سؤال لي لك يا خليل، انا بعرف الاجود بين البصل شنو؟ طبعا الهندي في العالم الاجود، يعني على المستوى العالم البصل الهندي. نعم نعم. يصيح ولا ما يصيح؟ لا 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 ما يصيح، ما يصيح. بارك الله فيك خليل، شكرا جزيلا لك. يعني مثل ما شفنا في شبرة السيلية أو سوق الخضار المركزي اليوم، فعلا يعني البضايع أنا أشوف الخضار والفواكه زايدة، وأيضا الأسعار أعتقد أنها مستقرة. يعني إحنا نتكلم يمكن أغلى شيء تكلمنا عنه يمكن المانجا، ما عدا ذلك الأسعار جدا نازلة. الطماطم اليوم جدا رخيص في الشبرة، يمكن لو دورنا في المحلات الخارجية يكون ضعف هذا السعر. دائما أقول في نهاية هذه الفقرة سامحوني على أي قصور بذر منه. والآن عودة إلى الزميلين العزيزين محمد وليلى في الاستديو. ما منك قصور زميلنا خليفة رماح، يعطيك ألف عافية. طلعتنا على أسعار الخضار والفواكه، وإن شاء الله دائما الأسعار مستقرة. وطن الحبيب صباح الخير، والآن مع فقرة جرائدنا هذا الصباح والزميلة نوف بهزاد. صباح الخير نوف. صباح الخير زميلي محمد، أصبح عليكم على مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الإطلالات اليومية على أهم أخبار صحفنا المحلية. جرائدنا. البداية من جريدة الراية، وفي خبر تحت عنوان تلقوا جرعة واحدة على الأقل منذ بدء البرنامج الوطني، وزيرة الصحة تطعيم 10% من السكان البالغين ضد كورونا. حيث أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم حتى الآن إعطاء 327,582 جرعة من اللقاح كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر. ومن أخبار جريدة الشرق، وزير المواصلات يتفقد الأعمال الإنشائية لمشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام. حيث قام سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات بجولة تفقدية لمشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، والتي تقوم الوزارة بتطويرها حالياً بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال. ومن أخبار الشرق أيضاً، الداخلية تعقد ورشة لتطوير أعمال الدوريات، حيث بدأت بوزارة الداخلية ورشة لأعمال الدوريات التي تنظمها اللجنة الدائمة لتطوير ومتابعة أعمال الدوريات والتحقيق بالوزارة في إطار خطتها التدريبية لتنمية مهارات كوادرها وصقل خبراتهم وتعريفهم بالأساليب الحديثة في مجال العمل الأمني. وننتقل إلى جريدة العرب، الشفلح يوعي موظفي البنوك بالتعامل مع ذوي الإعاقة.
حيث نظم مركز الشفلاح للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية توعوية بهدف إذكاء الوعي العام في القطاع المصرفي بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالتوحد. وشارك في الورشة عبر المنصة الإلكترونية باستخدام تطبيق تيمز 50 موظفا يمثلون عددا من البنوك. وفي آخر أخبارنا اليوم من جريدة الوطن، إنجاز نحو 30% من أعمال تطوير الدائري الرابع والانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2022. حيث افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال التقاطع المعروف بتقاطع اللولو على طريق الدائري الرابع بشكل جزئي أمام الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وتشير أشغال إلى أنه يستطيع رواد الطريق القادمون من شارع جابر بن حيان وشارع الحرية الوصول إلى طريق الدائري الرابع في اتجاه الشمال أو في اتجاه شارع المطار. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم، ولقراءة المزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع عليها من خلال نسخنا المحلية الشرق العرب الراية والوطن في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزملاء محمد وليلى في الاستديو. زميلة نوف بهزات، شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة حتى 9:30 بإذن الله. وطني الحبيب، صباح الخير. اكحلي عينا المعادية الكحيلة وانقشي لمجاد بالكفة المحنة، والعبو يا شوق من يضي جديلة في ميادينا الشرف منا وعنا، في ميادينا الشرف منا وعنا. اكحلي
وطني الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية، هذه عودة لبرنامجكم. نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية وكذلك رسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب، ونوجه عنايتكم إلى أن اليوم عندنا رد مطول من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة، إن شاء الله راح نقرأه على مسامعكم خلال وقت هذا البرنامج. نبدأ باستقبال مكالمات هذا الصباح. معنا أولى المكالمات، معنا أم يوسف. أم يوسف صباح الخير. أهلين أخوي، صباح النور والسرور. يا مرحبا، الله يحييك ويبقيك. الله يسلمك. أخوي أنا عندي ملاحظة شكوى على طواري حمد. نعم. يوم الخميس تاريخ 5 فبراير دخلت أمي المستشفى، طلبت لها الإسعاف لأن أمي قاعدة على تريك وعلى وولتشير. ما تشوف شر، الشر ما يجيك. فأنا مطلعتها تاريخ 17 فبراير مركز إعادة التأهيل، هي كانت عندهم من شهر سبعة العام لين شهر 17 فبراير اللي هو من أسبوعين. حلو؟ نعم. يوم مركز إعادة التأهيل طلعوها نسوا سووا لها ركوست حق طلب دكتور يجيها المنزل. نعم. وأمي قد قبل كانت علاج في أمريكا 8 شهور من تاريخ 3 مارس لين شهر 7 العام، أمي كانت توها راجعة قطر، ومن شهر 7 لين 17 فبراير اللي هو من أسبوعين أمي كانت في مركز إعادة التأهيل. نعم. يوم أنا كلمتهم قلت لهم أحتاج دكتور يجيها البيت، وين دكتورة؟ قالوا إحنا نسينا نسوي لك ركوست. فسووا الركوست يوم الخميس، قلت لهم إزاي الحالة أرجن؟ قالوا الدكتورة والله في اجتماع. حلو. قالوا كلمة الإسعاف هم يعني هم بيقومون بالواجب. اتصلت في الإسعاف، جون البيت قالوا لي وين دكتور أمك الخاص؟ قلت لهم نسي يسوي الركوست طلب في السيستم. قالوا أمك فيها التهاب بسيط وبس بالمضاد يروح. بعدين قالوا لنا الحين سالفة كوفيد وكورونا الإجراءات وايد بتطول وبيبهدلونها يعني في الطواري. قلت له أنا شو أسوي؟ يوم تشيكوا على دقات قلب أمي قالوا لا ضروري نوديها الطواري. ودوها الطواري، قالوا أمكم الحين بتسوي لها فحص كورونا وهي غرفة العزل. أمي عندها ممرضة من الدولة وممرضة خاصة وأختي كانت موجودة. حلو. طيب. قلنا لهم إحنا بنقعد بنكون موجودين، قالوا ممنوع لأن غرفة عزل وممنوع حد يتم معها. إنزين ممرضتها الخاصة؟ لا. أختي؟ لا ممنوع. صح سلام عليكم ولنا. أوكي. قالوا أمكم لا تحطون في أيدي، أمينة وهي طيبة وبخير وخوفهم تتوكلوا على الله، تعالوا بكرة. حلو الكلام. طيب. إنزين قلنا لهم أمي راية تترك، أمي تشل الترك، أمي لأن فتحت الرقبة وايد طويلة فمرات الترك يطيح من رقبتها، حاسبوا عليها. إيه إحنا في السيستم موجود هالملاحظة. جميل الكلام؟ جميل. من الساعة 5 دخول الطواري لين الساعة 3 الفجر أخوي راح يسأل عن أمي، نبي تشوف شو أخبارها. قالوا أمكم الحمد لله نتيجتها سلبية، وديناها قسم الباطنية. نعم. حلو الكلام؟ طيب. زين. قسم الباطنية راح أخوي يبيدش على أمي، قالوا لا ممنوع أنك تدش، أمك طيبة وبخير وكل شيء أوكي، والحين مش وقت زيارة، كان الساعة 3 الفجر. صح. حلو. أتفاجأ يين اتصال الساعة 6 الدكتور يقول أمكم أكسجينها نازل وقلبها موقف لمدة 17 دقيقة. أمي حطها في جمعية. إنزين أمي يوم تكون هي في جمعية وهي البيشن الرابع ومخلين قلبها يوقف والاكسجين نازل لمدة 17 دقيقة وزيادة، انتوا وينكم؟ وترى يا أخ موصينهم على الترك، طلع الترك فارط من بلعومها وما يدرون عنها، وهذا طبعا يمنحها من التنفس، يعني أصلا يمنحها من التنفس. الحين أمي بين الحياة والموت. إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا يوم أحط أمي في أيدي أمينة ويوم أتأكد من وجود أمي في أيدي أمينة آخرة حيين اتصال الساعة 6 الصبح يقول لي أمكم اكسجينها وقف لمدة 17 دقيقة. طيب. يقولون والله احنا ما ندري الصراحة ان الترك فارط من بلعومها. المفروض ان يتم ملاحظة المريض، يعني بما ان هناك حاجة لهذا المريض للملاحظة. اخوي هي في جمعية. زين ما عليه، مو مشكلة الترك فارط. زين وين الممرضات؟ 4 3 بيشن وهي الرابعة وما في ولا ممرضة طلت عليها، وامي مريضة تترك. إيش قالوا لنا؟ تدري يعني العذر أقبح من ذنب. قال والله الطواري يوم سلمونا أمكم ما قالوا لنا أمكم أصلاً تحتاج وحدة. طيب. تكون معاها على الترك. أختي يوسف اهدي شوي وإن شاء الله الله يشفي الوالدة بإذن الله. ويعني الآن الموضوع مطروح للأخوة في مؤسسة حمد الطبية، يعني حالة أم الأخت يوسف كانت تستدعي المراقبة والملاحظة،
حسب يعني يعني حتى الامور هذه المفروض انها تكون موجوده عندهم في في في, في النظام موجود عندهم في مؤسسه حمد الطبيه، انه والله هذه تستخدم مثلا تريك للتنفس، هذه عندها مشاكل جايه من يعني من سفر طويل اصلا للعلاج، وتمت عندهم فتره يمكن اكثر من 7 شهور في المستشفى. لذلك هذا اتوقع ان كل الامور يعني بامكان حتى الممرضات يعرفون حاله المريض. شو اللي حصل؟ احنا نترك المجال للاخوه في مؤسسة حمد الطبية للتحقق من هذا الموضوع. الآن يوسف طرحت الموضوع على الهواء، لكن باقي الرد من الأخوة في مؤسسة حمد الطبية، والله يشفيها إن شاء الله بإذن الله ويقومها بالسلامة، يخلي لها يعني عيالها ويخليها بعد لعيالها بإذن الله. منا الأخوة في مؤسسة حمد الطبية. معنا أبو علي. أبو علي صباح الخير. صباح النور. حياك الله يا أبو علي، هلا تفضل. الله حيك. أختي أنا بس عندي هو شكوى وهو اقتراح على إدارة المرور. نعم تفضل. أنا عندي الوالد عمره تقريبا 62 سنة، طولة العمر وياك إن شاء الله، وجاته جلطة في الدماغ وجلطة في القلب مما خلانا جاله شلل وجاله حالات صرع وسكر وضغط، طول الامور هذه اللي تترتب عليها من 10 سنوات تقريبا. معليش. ومن 2014 من رجع من العلاج من الخارج 2013 2014 احنا قدمنا له على اللي هو الاستكار حق المعاقين، وكل سنه كنا نجدد له. خلال السنه هذه او السنه اللي راحت سوينا الاجراء العادي اللي هو احنا نقدم له على اساس الاستكار، تم رفض الاستكار. مع العلم جبنا لهم في البداية تقريبا على شهر 9 أو شهر 8 2020 تغيير من المستشفى بحالة الوالد على أساس ينصرف له اللي هو الاستيكر. قالوا لا ما يصير بالعربي، لازم تجيب لنا تغيير بالإنجليزي. هذه إدارة المرور طبعا هي اللي قالت بالكلام هذا. طيب. وتغيير بالعربي ويكون مفصل، يعني الجلطة من إيش جاته والسكر من إيش والصرع من إيش، يعني بالكلام هذا. طبعاً هاي إشياء طبية أنا ما أعرف لها. المهم رحنا المستشفى وطلبنا التغيير هذا المفصل، وبالفعل أعطونا إياه أول شيء بالعربي تغيير مفصل، وتم رفض التغيير مرة ثانية بحكم أنه بالعربي. قالوا لا جبنا تغيير مفصل بالإنجليزي. نعم. المهم وتاريخ 30/11/2020 جبنا لهم التغيير بالإنجليزي مفصل وقدمناه في إدارة المرور الفرع الرئيسي، وقالوا خلاص احنا راح نرضى على اللجنة وبيجيكم الرد إن شاء الله. والمهم ان رضوا الموضوع للجنة، نطرنا أسبوع أسبوعين على أساس الجنرال، ما حد رد علينا. راجعناهم قالوا تم رفض الطلب. ليش تم رفض الطلب يا جماعة؟ قال لأنه ما في إلا ضغط وسكر. شلون ضغط وسكر؟ يعني أنا بدي أفهم، يعني إذا التغيير قدامكم وأنتم طالبين منه بالإنجليزي مش بالعربي، إذا أنتم ما عارفين التغيير بالإنجليزي ما في داعي تطلبونها بالإنجليزي. طيب. كيفهم الوالد فيه كذا وفيه صرع وفيه الجلطة اللي جاته في الدماغ وجلطة جلطة في القلب وفيه شلل حركي والوالد على ويلشير؟ شلون تقول لي بس ضغط وسكر؟ يعني هل أنا بقعد أتعنى وأجيكم كل مرة واجيب لكم تغيير عشان والله ضغط سكر؟ يعني كان عنده تصريح يا بعلي، وعنده تصريح يعني كان يتجدد بشكل طبيعي يعني من 2014. طبعا من 2014 يعني الحين يعني هاي 6 سنوات الحين قاعد او 5 سنوات تقريبا قاعدين نجدد له التصريح. نعم. قال لي والله ما اعرف، تقدر انت تروح اللجنه وتقابلهم ان الموضوع مش عندنا من اللجنه. ورحت اللجنه؟ ورحنا اللجنه وقالوا خلاص احنا بنعيد النظر مره ثانيه في الموضوع. اوكي. عادوا النظر، تم رفض الطلب مرة ثانية. إيش السبب؟ أنا مش عارف. يعني هم يعني شنو الشيء اللي يبغونه عشان الواحد يحصل التصريح؟ وأساساً حتى هم لما أنت تجي تقول لي والله اكتب جيب لي تغيير من المستشفى، إذن أوكي، هل أنتم عندكم حالات معينة أن اللي تعطونها التصريح ولا إيش؟ أساس الواحد ما يتعب نفسه. نعم يعني وانت استوفيت الطلبات يا ابو علي، يعني ولا قاطك الا بالخير، انت يعني قدمت لهم التقرير بالعربي بالانجليزي وامورك طيبه والاوراق سليمه. بالعربي تم رفضه، يقول لك احنا ما ناخذ بالعربي. انا ما اعرف يعني متى وزاره الدوله تستخدم بالانجليزي، لكن يمكن هذا شغلهم، انا ما يهمني. انا نعم. علي اللي هم اللي يبونه جبتهم جبته لهم. نعم. ف
فما اعرف ايش سبب الرفض، حتى خلاص رفض اذا اوكي عطني سبب ليش رفض. نعم هذا هو يعني الرفض الثاني لما يعني قالوا راح يعيدون النظر في الموضوع، يتم دراسة الموضوع، الرفض الثاني ما له اي اسباب؟ ما ادري ما يعطيك خلاص احنا رفضنا، ما في شيء اسمه احنا رفضنا. انا لما اجي اسالك واجي اقدم لك الاشياء اللي انت تبيها قل لي والله احنا رفضنا على اساس 1 2 3، اما تقول لي رفض وخلاص وين قاعدين احنا يعني. خلنا نستوضح منهم يا ابو علي، يعني من الاخوان في اداره المرور ان شاء الله يتم الرد علينا في القريب العاجل حول موضوع الوالد، الله يعطيه الصحه والعافيه ويشافيه يا رب. يعني التصريح مثل ما ذكرت انه كان يتجدد بشكل طبيعي من 2014 ولمده 6 سنوات، لكن شو اللي صار حاليا؟ هل في قوانين جديده؟ هل مستجدات في هذا الموضوع؟ نتمنى منهم التوضيح وان شاء الله يتم التعاون معكم في هذا الموضوع ويتم اعطاكم ان شاء الله هذا التصريح الخاص بذوي الاحتياجات. نعم عندك موضوع ثاني أبو علي؟ والله أختي هو بس استفسار من إدارة المرور بعد موضوع كله عليهم. نعم تفضل. مركز تنزيل اللوحات أو هذا أنا ما أعرف إنهم لين الحين أو إذا من الساعة 6 لين الساعة 12 فترة الصباح، معنا قبل كانوا يدومون على فترتين صبح وعصر على أساس جات فترة كورونا وقالوا خلاص بنداوم. إذا الحين الأمور أتوقع إنه شوي بدأت تفتح. فأساسا حتى أنت لو حد يروح منكم ويشوف الوضع هناك مأساوي صراحة، يعني سيارات واصلة لين آخر الدنيا عشان الواحد يبي يلحق الصبح يخلص مواضيعه. نعم هو مركز إصدار اللوحات الخاصة بالسيارة. نعم إيه يعني الواحد يتوهق صراحة. زين الأول كان الموضوع سلس إن الواحد إذا ما قدر يلحق الصبح في عصر وما كانت في زحمة، بالعكس صار الشيء هذا يسوونه غلط، أنت قاعد تجمع السيارات والعالم كله متجمع. خير إن شاء الله. كان قبل في فترتين، حاليا فترة واحدة يا بابا. كان فترتين صحيح، يعني كان الواحد حتى يقدر يطلع من الدوام يروح يخلص مواضيعه. الحين انت لو طلعت من الدوام لازم تاخذ اجازة يوم كامل، ويا ريت انك تخلص يعني مع الزحمة هذه اللي موجودة. يعني لان تحسين اكثر شيء المعارض والسيارات اصحاب السيارات الجديدة، يعني لاين طويل وما يلحقون. انا هلا اشوفه يعني واضح الملاحظة يا أبو علي، يعني هذه الملاحظة وأيضا الملاحظة الأولى نوجهها للأخوان في إدارة المرور بوزارة الداخلية فيما يخص تصريح ذوي الاحتياجات الخاصة بالمواقف، أيضا موضوع مركز إصدار اللوحات الخاصة بالسيارات. بالنسبة للفترات ذكر أبو علي كان على فترتين، حاليا فترة واحدة ويكون في ضغط، فما أدري الأخوان أكيد عندهم آلية لتسهيل الموضوع وتسريع الموضوع، فمن لهم والموضوع متروك لهم إن شاء الله وراح يتواصلون معك يا أبو علي بإذن الله تعالى بعد البرنامج. وطن الحبيب صباح الخير، معنا محمد صباح الخير. صباح النور يا مرحبا. يا هلا فيك محمد، حياك الله يبا. يعطيكم العافية وشاع البرنامج هذا اللي خدم الناس كلهم وما قصرت الصراحة، وأنا جاي أقول شكوتي على وزارة الداخلية. خير إن شاء الله. اللي هو المرور. المرور حق الستيكرات انه اعاقه. نعم انا ترى ما جيت ابي اصرف ستيكر وانا صاحي ما فيني شيء، اجي بصرف ستيكر يعني مثل زياده عدد او شيء كذا، يعني عشان اخذ مصفط قريب من الباب ولا. طيب لا انا انسان مريض، فيني التقارير كلها، كل التقارير اللي عندهم سلمتها لهم في المرور، تقرير يبين ان عندي اعاقه حركيه، اعاقه دائمه مو بنا كتبتنا بالتغير. طيب فكل ما اجيهم اقول ها ايش صار في الموضوع، صار الموضوع مقدم من قبل من شهر 2 كان عندك في قبل التصريح. اي كان عندي بس جيت اجدده. طيب فقالوا لي لازم تجيب تقارير، جيت اجدده عن طريق مطراس. طيب صورت لهم التقارير وكل شيء، التقارير اللي انا جايبها من المانيا. جايب عندي تقرير من المانيا وعندي تقرير من الدوحة. طيب. فصورتها لهم كذا، جاني مطراس انه لازم من الوثائق. فوديتها لهم. صوروها وذي خذوا منها صور واعطوني اصلية وقالوا خلاص ان شاء الله بتنعرض على اللجنة ويردوا لك خبر على الدكتور. والله ما ادري ايش اللجنة هذه صراحة. يا هاللجنة ان ضباط وتات سالفه وسالفه مروريه ولا. الان انت عندك اعاقه دائمه، المفروض ان انا عندي اعاقه دائمه. طيب. ايش قالوا لك؟ حتى رفضوا ان يجددون لك؟ لا قالوا لي روح اللجنه الطبيه. طيب عقب اللجنه الطبيه يقول لي لا روح المرور، وذا انا عندي اعاقه حركيه ما اقدر اتحرك،
يعني الحركة يعني طلبوا منك انك انت تقابل اللجنة الطبية على اساس يحددون اذا فعلا اعاقتك هذه دائمة ام لا، عشان يشوفوني بس يشوفونك انت اعاقة دائمة خلاص سجلك اعاقة دائمة، اذا مثلا شكلك ما يلحن اعاقة دائمة ما يسجلون اعاقة دائمة، يعني شلون التقارير عندكم تثبت التحاليل وكل شيء. يعني في شيء اسمه صورة الامراي وفي شيء. طيب الامور هذه انت متى بديت تاخذ التصريح هذه؟ تصريح ابي والله من اول ما جاء المرض كم سنه؟ 2014. طيب بما ان صار لك من 2014 المفروض انه وبما ان يعني لحد الان لم يتم معالجه حالتك صح ولا لا؟ وهذه التقارير تثبت هذا الموضوع. مرض الاعصاب مرض دائم. مرض دائم. طيب محمد يعطيك العافية. أنا أتمنى صراحة من الأخوة في إدارة المرور بوزارة الداخلية، يعني في إعاقات دائمة، الإعاقات دائمة المفروض أنه لا يطلب منا كل مرة تقارير، المفروض أنه يتم تجديد هذه التصاريح بشكل آلي مباشرة كل سنة بإمكانه عن طريق مطراش يجدد. ليش؟ لأنه في إعاقة دائمة وفي هم بس الآن الأخوة الظاهر في إدارة المرور حابين تعرض الحالة على اللجنة الطبية وبعدها يتم إصدار هذا التصريح. لكن ما عليه نحاول. محمد أنا أتمنى أن أنت تروح اللجنة الطبية وتأخذ تقرير من اللجنة الطبية على أساس أنه في المستقبل، وأتمنى من الأخوة في إدارة المرور الأخذ بهذا الموضوع، أنه في المستقبل ما أنه عرض على اللجنة الطبية، اللجنة الطبية قالت هذه إعاقة دائمة، أنه يتم تجديد التصريح هذا تصريح المعاقين مباشرة عن طريق مطراش بدون طلب وثائق جديدة للحالة، بما أنها حالة دائمة، هذه إعاقة دائمة، فما في داعي أنه يقعد كل سنة يجدد في الأوراق ويجيب وثائق جديدة. اللي يحدد هذا الموضوع هم اللجنة الطبية، فأتمنى صراحة أن يكون في تعاون بين اللجنة الطبية وبين الأخوة في إدارة المرور، أنه خلاص إذا أخذ هذا الشخص من اللجنة الطبية تقرير مرة واحدة بأن هذه الإعاقة دائمة ما في داعي نتعبهم وخليهم يبون تقارير جديدة ووثائق جديدة. في حالة الإعاقات غير الدائمة المؤقتة هذه اللي يطلب منهم تجديد هذه التقارير وهذه الوثائق كل سنة، بس اللي عنده إعاقة دائمة خلاص يتم تجديد التصريح له مباشرة وآليا عن طريق خدمة مطراش 2. وطني الحبيب صباح الخير، عودة لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عودة لملاحظاتكم اللي نستقبلها عبر المداخلات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب. ومن خلال خدمة واتساب البرنامج وصلتنا هذه الرسائل. هذه رسالة يقول صاحبها عندي مشكلة مع برنامج احتراز، أنا رجعت من السفر بتاريخ 16 فبراير وخلصت الأسبوعين وفحصت أول ما وصلت والنتيجة سلبية والحمد لله، وبعد 5 أيام من الوصول فحصت مرة ثانية وطلعت سلبية، واستمريت في الحجر المنزلي أسبوع ثاني وأكملت الأسبوعين بتاريخ 1 مارس، وإلى الآن لم يتغير احتراز، والحين أنا غياب في العمل وصار علي توقيف راتب، وقدمت شكوى، وذاكر لنا أيضا يعني رقم الشكوى موجود أيضا في الرسالة، يقول هذا رقم الشكوى، ويقول يا ريت تشوفون لي حل لأني ما عرفت أتواصل مع من أتصل على 109، يقولون إحنا فقط نقدر نرفع الشكوى ونرسل عليها استعجال فقط. منا إلى الأخوة المسؤولين والقائمين على برنامج احتراز، مو بأول مرة توصلنا هذه الشكوى وهذه الملاحظة، أكثر من شخص تواصلوا معنا وذكروا أن عندهم مشكلة في هذا البرنامج، أتوقع من بعد التحديث الأخير اللي صار في البرنامج في ناس واجهتهم هذه المشكلة، يعني والمشكلة الأكبر أن البعض منهم ما يقدر مثلا أنه يتوجه إلى المدرسة أو العمل أو أي مكان مهم وضروري، يمكن أيضا
يعني احدى المتصلات ذكرت انها ما تقدر حتى تتوجه الى المركز الصحي. ففي اماكن ضروريه ومهمه يحتاجون يكونون موجودين فيها، ولكن البرنامج يمنعهم حتى من الخروج من المنزل. فنتمنى معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وحل هذه المشكلة الخاصة في برنامج احتراز. وطن الحبيب، صباح الخير. العليا نسابقها خطوة.
يا أهلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر. عودة لكم من جديد، عودة لبرنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، وعودة لملاحظاتكم اللي نستقبلها عبر المداخلات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل واتساب. ولكن في هذه اللحظات عندنا هذه المداخلة من أبو عثمان. أبو عثمان صباح الخير. صباح النور، وش حالك؟ الله يسلمك ويعافيك يا أبو عثمان، حياك الله، تفضل. الله يسلمك. ما أنا مطعم لي من قريب الشهرين. نعم. إيه، والمفروض إن الاحتراز هذه تغير، لحد الآن ما تغير. رحت لهم المركز قالوا نتصل على 109 ما حد يرد علي. نعم. ولحد الآن الاحتراز ما تغير على ما هو عليه. نفس الملاحظة قريناها قبل شوي أيضا عن عبر خدمة الواتساب، موضوع الاحتراز إنه ما يتغير، وهذه فعلا مشكلة. يعني ما حاولت إنك تتواصل مع الأخوة في وزارة الصحة على الخط ساخن أو رقم الاتصال الموحد، أتوقع 16,000 إذا ما حد رد علي. الله يسلمك، كله حاطي لي تسجيل ولا حد من يوم الجمعة لحد الآن. نعم. ولا حد يرد علي. و109 بعد ما حد يرد. 109 نفس الشيء، سوف يردون عليك عقب ساعتين وعود نفس التكرار هو. يعني ما يكون في رد نهائيا او يردون ويقولون لك راح نتواصل معك؟ ابدا الله يسلمك، ما في رد بالمره، كله تسجيل بس ولا اكثر ولا اقل. نعم. شو اللي طالع لك الحين في احتراز؟ الله يسلمك، هو نفس الاخضر، هو المفروض يتغير. صحيح، من بعد الجرعه الثانيه نفس الشيء. ايه، وانا ما اخذه وين من يناير. نعم، ما شاء الله، تقريبا قريب الشهرين الحين ونفس الشيء ما يتغير. نعم. عفوا بس ابو عثمان، صبحك الله بالخير. تفضل. أبو عثمان، في يعني جاك المفروض انه يجي تحديث بعد الاسبوعين تقريبا، بعد اسبوعين من الجرعه الثانيه المفروض انه يجيك تحديث، ومعها التحديث يتحول الى طبعا الاخضر، طبعا مع برواز يكون لونه ذهبي او اصفر، ويكون عليه بعد ختم خدت اللقاح، وحتى اللقاح نفسه ينحط يعني جزء من هذا. هل قمت بمسح الاحتراز وإعادة إنزاله مرة ثانية ولا لا؟ والله أنا ما أعرف لها، بس مشكلة يبقى يمكن أقول لك حاجة واحدة. أنا مشكلة هم المتصلين بي على رقم مش هذا الرقم اللي هو المستشفى يوم يعطوني موعد حق التطعيم. أنا احتمال أقول يمكن اختلاف الرقم، لأن رقمي هذه هو اللي عليه الاسم دي الاحتراز. طيب، يعني انت يعني رقم ثاني اللي تستخدم عليه، يعني مو بنفس التلفون، على رقم ثاني. الله يسلمك، إيه، لان رقم هذه هو اللي عليه الاحتراز. طيب، ما له خص المكان. أيوة. اللي بتنزل فيه ولا انت حاط رقم ثاني؟ رقم ثاني. الله يسلمك، المستشفى يوم اتصلوا فيني حق التطعيم على رقم مش هذا الرقم. على رقم ثاني. ما اتوقع ان المفروض اللي الرقم اللي انت منزل ما له خص الموضوع على نفس الاحتراز اللي انت منزل عليه التليفون والرقم اللي مسجله، صح ولا لا؟ انت إيه؟ في احتراز مسجل اي رقم؟ على هذا الرقم الله يسلمك. إيه، على هذا الرقم خلاص. ايه، فعليه على هالاساس يعني. نعم. لحد الان. طيب بعثمان، يعني هذه المشكلة مثل ما ذكرنا تكررت أكثر من مرة، وقبل شوي بعد قرينا رسالة على نفس الموضوع. انضم كل هذه الملاحظات للمسؤولين والمعنيين عن موضوع برنامج احتراز. نتمنى منكم سرعة حل هذه المشكلة ومعالجة هذا الموضوع، لأنه فعلا موضوع جدا مهم. يعني طلعتنا وخروجنا من المنزل أهم شيء حاليا برنامج احتراز، صار من الضروريات والأساسيات قبل ما نطلع من البيت في أي مكان وأي توجه. نتمنى منكم يعني سرعة حل هذا الموضوع. نتمنى صراحة حتى أبو عثمان أو حد من عياله يعني يقوم بمسح البرنامج تطبيق احتراز، وإعادة إنزاله مرة أخرى من الأب ستور، ويرجع يدخل البيانات مرة ثانية ورقم الهاتف وهذا. إن شاء الله أنه راح يشتغل، لأن من المفترض أنه بعد أسبوعين تقريبا يجيك تحديث، يعني بعد أسبوعين من الجرعة الثانية يجيك تحديث. بهالتحديث تقوم بتحديث هذا وتتغير الحالة اللي موجودة على البرنامج، برنامج احتراز، والأشياء الأخرى اللي ذكرناها، يعني يتم وضع الجرعات وتاريخ أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية على أساس التأكيد، ويكون عندك وحتى يكون في مثل ختم لأخذك للتطعيم نفسه موجود على الصفحة الأولى من برنامج احتراز. نعم، لكن وصلتنا أكثر من ملاحظة زميل محمد أن حتى بعد التحديث، حتى بعد مسح البرنامج وإعادة إنزاله، المشكلة قائمة عندهم. صحيح. نعم. أتمنى صراحة الأخوة في
الاتصال الحكومي حتى يعني الأمور التقنية. طبعا الأمور الصحية في برنامج احتراز إذا عندك مشكلة في الأمور الصحية تتصل على 16,000. الأمور التقنية اللي هي يعني خاصة بالبرنامج أو التطبيق نفسه الاتصال على 109 اللي هو مركز الاتصال الحكومي. فنتمنى صراحة من الأخوة في مركز الاتصال الحكومي يعني معالجة هذا الموضوع. والظاهر يعني يقول لك أنا ما قدم حتى شكوى لأن ما ردوا عليه الأخوة في 109. نعم، وصلتنا مجموعة من رسائل نصية قصيرة وأيضا رسائل الواتساب. هذه رسالة من أم سالم، وأتوقع الموضوع انطرح سابقا وكان في رد من الأخوة في وزارة التجارة والصناعة. تقول وجه رسالتي إلى الجهات المختصة بأن تنظر بشأن أسعار المشاغل التي تختص بخياطة الملابس والعبايات على أمل توحيد الأسعار بدون مبالغة فيها، وآمل أن تصل رسالتي للمعنيين بسبب المبالغة بالأسعار، خصوصا لأنهم يعني هناك يعني هذه الفترة بالقرب من رمضان، الله يبلغنا جميع المسلمين يا رب العالمين والعيد، والرجاء عدم إهمال هذه الرسالة. يعني أم سالم بالتأكيد يعني نوجه رسالتك للمعنيين، إذا الأخوان في وزارة التجارة والصناعة كان لهم أيضا دور في موضوع الأسعار، نعرف يعني يمكن صعب توحيد الأسعار ولكن نظر في هذه الأسعار بحيث أن تكون أسعار معقولة. وعموما في النهاية الموضوع يرجع للمستهلك نفسه، هو اللي بإمكانه أنه يختار منافذ البيع اللي تناسبه من ناحية الجودة ومن ناحية الأسعار. بالتأكيد الأسعار تختلف من منفذ إلى آخر، إحنا بدورنا بإمكاننا يعني اختيار الشيء المناسب واللي يكون بجودة مناسبة وجودة عالية. نعم، هذه رسالة ثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص تصاريح المواقف للمعاقين. يقول نرجو من وزارة الداخلية توعية المستخدمين لها بعدم الوقوف بها إذا لم يكن صاحب الإعاقة موجود، لأن إحنا نشوف في جميع المواقف يجي السائق أو غيره ويستغل الموقف وهو بصحة وعافية. تحياتي لكم، ما سجل ولا كتب اسمه من الأخوة في إدارة المرور. أعزائي المستمعين، وصلنا رد من الأخوة في اتصال. أول شيء نأخذ الاتصال من معانا بو أمير. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك، الله يسلمك يا رب. بس حابب أطرح مشكلتي. أنا من السنة الماضية كنت أخذ موعد، نعم، تمام، دكتور أسنان، موعد بشهر 3. نعم. من شيء أسبوعين بعثوا لي رسالة قال تم تحويل موعد دكتور أسنان إلى زيارة شفهية عن طريق الهاتف. نعم. تمام. وأمس أنا لما كلمني الدكتور طلب شرحت له الموضوع تبعيتي، قام قال لي أنت إذا كان حالتك أنه أنت عم تقدر تنام الليل ما فيك أنا دخلك على المشفى غير طوارئ. صحيح. تمام، ما عم نستوعب غير حالات المرضية تبع الطوارئ. صحيح. صحيح. تمام. يعني ما فيني إلا أنا عالج سني. وقلت له أنت الموعد جاء لي، اللي ما فيني أعطيك الموعد الجاي لأنه لسه مو مبين الأمور. وضعيتك شلون يا أبو أمير؟ أنا عندي سن مكسور وبده حشوة، بتعرف إنه إذا واحد إذا كان سنه مكسور. أيوة. لا أنا جوابا على سؤالهم هم الأخوة في مؤسسة حمد الطبية قالوا لك إذا أنت تقدر تنام الوضع طبيعي، هل الوضع طبيعي عندك؟ الوضع طبيعي بقدر أنام أنا. يعني ما عندك مشاكل، ممكن تنطر. بس أنا ما بقدر أكل مثلاً، ما بقدر شيء بارد، ما عرفت كيف حال الفكرة. طيب، عموماً هو الآن تغيرت المواعيد مع تغيير بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من الانتشار اللي حصل في الفترة الأخيرة، الزيادة البسيطة اللي حصلت في الفترة الأخيرة بزيادة أعداد المصابين. لذلك كان يعني اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء. عموما منا الأخوة في مؤسسة حمد الطبي، وتأكد أخوي أبو أمير بمجرد ما تنتهي هذه الإجراءات سيعاودون الاتصال بك، أو أن حتى أنت ممكن تعاود الاتصال بهم إن شاء الله وأخذ موعد جديد. وفي حالة كما ذكروا لك أخوي في حالة الطوارئ بإمكانك التوجه للطوارئ، وإن شاء الله يعني لو زاد الألم، لو الألم غير محتمل ما تقدر تصبر عليه، بإمكانك التواصل معهم عن طريق الطوارئ وإن شاء الله راح يقومون بإجراء اللازم. نعم،
نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكما ذكرنا أن هناك رد من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة أو مجموعة من الردود على مجموعة من الملاحظات الواردة في البرنامج. في البداية تتقدم وزارة البلدية والبيئة بالشكر لإذاعة قطر ولفريق العمل بهذا البرنامج الجماهير الناجح وطن الحبيب صباح الخير على إتاحة هذه الفرصة للرد على بعض الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالسادة المستمعين والمشاهدين المتعلقة بوزارة البلدية والبيئة بخصوص جميع الملاحظات الواردة عن الكلاب الضالة أجلكم الله الطريقة. أفادت إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة بأنه سيتم تلقي بلاغات صيد الكلاب الطليقة وتنفيذها بشكل دوري على شكل حملات أسبوعية بحيث يتم حصر الطلبات وفرزها حسب مناطق الدولة، ومن ثم يتم توجيه فرق الصيد للتنفيذ بعد تقييم هذه البلاغات. وتهيب وزارة البلدية والبيئة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجمعات للكلاب الضالة أجلكم الله وطليقة عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 184. بخصوص ملاحظة السيد بو محمد بتاريخ الأول من فبراير من عام 2021 حول استيائه من بعض السائقين الذين يقومون برمي الأعقاب السجائر والمخلفات من نوافذ السيارات ويتساءل أين دور مفتشي البلدية، أفادت بلدية الضعاين بأن المفتشين يعملون بشكل دوري ومستمر وهو ضبط هذه المخالفات، ويتم باستمرار تحرير المحاضر لمثل هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة وإجراء اللازم بهذا الشأن. نعم بخصوص ملاحظة السيد محمد بتاريخ 2 فبراير 2021 حول مطالبته بوضع حاويات للقمامة أجلكم الله على طريق الخرارة، أوضحت إدارة النظافة العامة بأنه توجد في الموقع 15 حاوية متوفرة بالموقع، وتم التواصل مع صاحب الملاحظة وإرسال صور إليه بالحاويات أجلكم الله ومواقعها. بخصوص ملاحظة SMS من السيد محمد بتاريخ 2 فبراير حول مطالبته الجهة المختصة بتشجير شوارع أم السنيم، نحطكم علما بأن موضوع الملاحظة ليست من اختصاص وزارة البلدية والبيئة. أيضا بخصوص ملاحظة SMS من السيد بو حسن بتاريخ 3 فبراير 2021 حول استفساره هل تم السماح بالبناء في مجمعات العزب، أفادت لجنة تنظيم شؤون العزب بأنه يسمح ببناء عدد 5 من الطابوق للغرف والحظائر في عزب المجمعات. بخصوص ملاحظة من السيد بو حمد بتاريخ 3 فبراير حول استيائه من الازدحام والفوضى في فرضة الوكرة، وتطرق إلى أن حاويات القمامة أجلكم الله في أماكن غير مناسبة، نحيطكم علما بأن إدارة الثروة السمكية تسعى في نطاق مهامها لتوفير الخدمات الضرورية في موانئ الصيد للصيادين ومرتادي البحر، وقد تم إدراج مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد ضمن مشاريع القطاع السمكي في الاستراتيجية التنموية الوطنية أو استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 إلى 2022، ويهدف مشروع لتوسعة موانئ الصيد ومضاعفة المواقف البحرية للسفن والقوارب وتوفير الخدمات التي يحتاجها الصيادين، وقد قاربت نسبة الإنجاز في مشروع توسعة ميناء الوكرة إلى حوالي 98% ويتوقع الاستلام قريبا. نعم وعليه فإن مشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد سوف يتم حلها بصفة نهائية بعد استكمال مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد والبدء في استغلال هذه المواقف البحرية الجديدة وتوزيعها على الصيادين وفقا لآلية تشغيل سيتم الاتفاق بشأنها لاحقا، كما يوجد مشروع لتخصيص وتجهيز أراضي لمواقف التيادر والطراريد بجميع موانئ الصيد بما يساهم في زيادة طاقة الاستيعاب في هذه الموانئ، كما تقوم الإدارة بشكل دائم ومستمر بأعمال الصيانة الدورية لهذه الموانئ التابعة لها. وقد تم تخصيص أرض بمساحة 24,000 متر مربع تقريبا، وتم تسويرها وجاري العمل حاليا لتجهيزها للتنظيم وتوفير خدمات للصيادين، كما أن الوزارة بصدد تنظيم وتجديد الميناء القديم وإجراء بعض أعمال الصيانة عليه. وأما بخصوص حاويات القمامة أجلكم الله في أماكن غير مناسبة، نحيطكم علما بأن البلدية قد قامت بمعاينة الموقع المذكور
وتم اتخاذ اللازم وتغيير أماكن الحاويات. بخصوص ملاحظة عبر الاس ام اس من السيدة أم حمد بتاريخ 3 فبراير 2021 حول استيائها من كثرة الكلاب الضالة أجلكم الله الموجودة في حديقة البدعوة، تسأل أين الرقابة؟ نحيطكم علما بأن موضوع الملاحظة ليست من اختصاص وزارة البلدية والبيئة، ونذكر يعني هذه الملاحظة كانت للكلاب اللي يتنزهون برفقة أصحابهم في حديقة البدع. بخصوص ملاحظة SMS من السيد محمد بتاريخ 7 فبراير حول مطالبته الجهة المختصة بإنشاء شوارع تجارية في منطقة أم سنيم، نحيطكم علما بأن المنطقة أم سنيم تعد من المناطق النموذجية التي تم إعداد مخطط بها وتم توزيع الاستخدامات التجارية بها لخدمة سكان المناطق أو المنطقة، على سبيل المثال أراضي الميرة، أسواق الفرجان، هذا بالإضافة إلى شريط بروة التجاري الذي يحيط بالمنطقة وشارع الصناعية الشرقي التجاري، وعليه فإن المنطقة متكاملة الخدمات من حيث الاستخدامات التجارية ولا تحتاج إلى وجود شوارع تجارية في الوقت الحالي. وبخصوص ملاحظة من السيد بوحسين بتاريخ 7 فبراير 2021 حول مطالبته الجهة المختصة بتسمية الشوارع والتقاطعات في مدينة الخور، ويقترح على أن تكون المسميات من أهالي المنطقة. أفادت لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالوزارة بأنها انتهت مؤخرا من تسمية 18 تقاطع في مدينة الخور، وهي الآن قيد إجراءات الاعتماد، والمتبقي منها 4 تقاطعات فقط غير مسمى. أما بالنسبة للشوارع فهناك عدد من الشوارع الواقعة في مدينة الخور قد تم تسميتها مؤخرا من قبل اللجنة، وإنها كذلك قيد إجراءات الاعتماد. أما بشأن طلب المتضمن بأن تكون المسميات من أهالي المنطقة، فقد أحال السيد رئيس اللجنة مقترحة إلى اللجنة للنظر فيه ودراسته بالنسبة للشوارع والتقاطعات غير المسمى في مدينة الخور. شكر جزيل للأخوة في إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة على هذه الردود الخاصة بمجموعة من الملاحظات الواردة في البرنامج. وعودة للرسائل النصية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عودة للرسائل النصية ورسائل الواتساب، وهذه رسالة من بجبر يعني يتكلم عن موضوع مراكز إصدار اللوحات الخاصة بالسيارات. يقول صباح الخير، عندي ملاحظة أو اقتراح للأخوة في إدارة المرور فيما يخص تركيب لوحات. يقول توقيت العمل فيه صعب وما نقدر نطلع من الدوام كل يوم على أساس نخلص شغلنا بالمرور، ويقول يعني قبل كان يوم السبت على الأقل في دوام ونقدر نخلص الشغل، لكن الحين بعد يعني صار الوقت ضيق وما نقدر نطلع من أشغالنا. فهذا اقتراح للأخوة في إدارة المرور بعودة العمل يوم السبت، وأن تكون في فترات أكثر تخص تركيب اللوحات. فمنا إلى الأخوة في إدارة المرور، وانضم هذه الملاحظة للملاحظات اللي وصلتنا حول هذا الموضوع. طبعاً قبل لا نختم فقط يعني صراحة بدنا أن يعني نلفت عناية جميع قائدي المركبات في الشوارع عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة. واللي أقصده هنا عدم استخدام الهاتف إن الكتابة أو القراءة، يعني الآن معظم السيارات فيها يعني بإمكانك أنك تشبك الهاتف على وأنك تتكلم وأنت تقود المركبة، لكن مسألة كتابة الرسالة ويعني أصبحت يعني جزء كبير من الناس يستخدمون الهاتف الجوال أو الموبايل في المركبة إرسال رسائل، استقبال رسائل، طبعاً مو برسائل يعني حتى يمكن يكون مثلاً واتساب ومواقع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظ تشوف السيارة قدامك هذه تعرف والله أن الشخص هذا قاعد يستخدم صحيح الهاتف، مشغول مشغول، يعني يا لتلاقيه مخفف السرعة يا والله مو ماخذ يعني بين الخطوط المكان المفترض أنه ياخذه، وماخذ مثلاً أقصر اليسار ويمشي بسرعة منخفضة جداً، يبين الشخص اللي قاعد يستخدم الهاتف أثناء القيادة. أتمنى من الجميع صراحة مواطنين ومقيمين الالتزام، لأن في مشكلة صراحة لك
وللآخرين. لا سمح الله الحوادث تقع في لحظة، لذلك نتمنى التركيز في القيادة، والقيادة بأمن وسلامة لك وللآخرين، وعدم استخدام الهاتف بأي شكل من الأشكال، يعني بالكتابة. طبعا قلنا الاتصال سهل، ممكن تستخدم سماعة، ممكن تستخدم سماعة السيارة، لكن القراءة عندك شيء مهم وقف على جنب، صح. اقرأ، تواصل، وعد إلى الشارع آمن مطمئن إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. ووصلنا معاكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام لختام حلقة اليوم من برنامج وطن الحبيب صباح الخير، واللقاء يتجدد بإذن الله تعالى يوم الغد وفي نفس التوقيت من الساعة 8 لين 9:30. نستقبل ملاحظاتكم ومداخلاتكم ورسائلكم النصية ورسائل الواتساب. في الختام أجمل التحايا من أسرة البرنامج، من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني. إلى اللقاء.